اهلا بحضراتكم من جديد في الجزء الاخير من الحلقه. الصفقات استاذ محمد القوصي، الاهلي ترك، راح نازل كريم فؤاد، ميكيسوني، بيرسي تاو، حسام حسن، وبيقولوا لسه في صفقه جديده. صفقات الاهلي كانت لامتصاص غضب الجماهير او زعل الجماهير، بلاش غضب، يعني الجماهير مش غضبانه، زعل الجماهير لخساره الدوري العام. وهل هي الصفقات دي كلها كان النادي الاهلي محتاجها؟ اولا حكيت السؤال الاولاني مش الامتصاص، لان الاهلي شغال على الصفقات دي بقاله اكتر من شهرين. انا بكلم بطريقه الاعلان بس. بالظبط. لا طبعا ده ذكاء. طبعا نعم. فما كانتش سواء خد الاهلي البطوله او ما خدش بطوله، الاهلي شغال على الصفقات دي. تمام. لان محدد نقاط ضعف عنده بيشتغل عليها. فاشتغل على عنده اطراف وعنده المهاجمين، قدر يغطي ده. الفريقه عايزه فعلا اطراف، فجاب اثنين، ميكسوني وبيرسي تاو. والمعلومات اللي عندنا ان هم لعيبه مميزه من الفريق السنه اللي فاتت. تمام. حقيقة حاجة مميزة طبعا. يعني بس ده هتشعل المنافسة والحماس من اللاعبين، وهتبقى حاجة جميلة جدا انك يبقى عندك بدائل قوية، لان الاهلي عنده مشاركات كتيرة جدا وما يتأثرش. انت حضرتك شفت لما الاهلي اتعرض لاصابات طوال الموسم، عانى كتير جدا في مراكز كتيرة جدا. الصفقة يمكن صفقة حسام حسن اللي هي كانت بعيدة، واللي اتحسمت يمكن في اللحظات الأخيرة يعني. والاهلي فعلا محتاج مهاجم بعد ما بوليا ماشي، مروان محسن ماشي، مش هيبقى عندك غير محمد شريف وصلاح محسن لما انت بتوظفه. اعتقد ان هي صفقات كانت مهمة جدا للنادي الاهلي، وليس الهدف منها التغطية بقدر ما انها خدمة، لكن توقيتها طيب. اعتقد ان هو جيد. استاذ احمد الخضري، صفق الاهلي محتاج صفقات ايه تاني؟ انا في البعض بيقول حارس مرمى. انا شايف ان حراس المرمى الاهلي ما عنده الشناوي، عنده علي لطفي، عنده مصطفى شوبير، عنده علاء حامد، عنده مجموعه من الحراس، واحمد طارق، حمزه علاء واحمد طارق، عنده خمس حراس. اعتقد ان الاهلي ما عندوش حراس، واكثر مره ان الاهلي اعلن ان هو مش بحاجه الى حارس مرمى يعني. طيب صفقات الزمالك فين؟ الناس كلها مستغربه، وموقف اشرف بن شرقي لازم توضح للناس. تمام. الناس بتصدقك. تمام. طب الاول لازم اقول، لازم اصرح الناس، اقول ان مفيش فلوس. فانت مفيش بس فلوس، بس دفع فلوس في الجزيرة. تمام. ما فيش فلوس مش بمعنى ان على البلاطه في. نعم. فلوس بس يعني ايه، هو كان المورد الاساسي بالنسبه للزمالك كان الاشتراكات. كان مقدر لها في رينج 90 مليون. نعم. اتلم منها 40 مليون. بس قبل ما اتكلم على الاشتراكات، يبقى الاستاذ او الدكتور حسام المندوق ماسك الملف ده، بحيي اللي واخدين الملف الخارجي، دكتور الاتريبي، عمرو ادهم، هايل البرزي، ناس يعني، وقبليهم الكابتن حسين لبيب طبعا، شايفين بص عاملين شغل. نعم. جدا في الملف ده. لكن الدروب في حته الاشتراكات دي كان مقدر 90 مليون، اتلم 40 مليون. نعم. اتلم 40 مليون ليه؟ يعني شويه مجاملات، تقسيط القسط، مش عارف، رجعنا نعم، ما فيش حاجه اسمها كده. ما طب انت، ما انت كده الانتخابات هي الاساس، مصلحه الزمالك هي بقى بقت شغل انتخابات. انا ماشي اوكي اعمل كده، بس انت تقول هات لعيبه. طب قول لي اسماء، هات لعيبه، قول لي الزمالكاوي اسماء، اسماء اللي جايه، اللي جايه. انت الاول الراجل عايز ثلاث لعيبه، يلا على الاقل يعني. الزمالك مش محتاج خمسه، محتاج مساك، محتاج ديفندر، محتاج مهاجم. ما انا هقول لحضرتك الاسماء. لا ما انا بقول لحضرتك. ما هو تعالى انت كلها. هو في، هو دلوقتي هو في دونجا، في دونجا، دونجا. في مهند، مهند برضه في الحته. نعم. في الحته دي اللي هي الديفندر فيها، في في المهاجم، في قصه بتحاول برضه ارجع تاني لحكايه محمد عبد العاطي. لا بقى بعيد برضو يعني. يعني ما اصل الفكره ان انت ايه، حاولت انت تجيب صفقات ازاي، تبدل، تدخل مع بيراميدز احمد ايمن منصور برضو، مطروح برضو، فان انت بتعمل ايه، عايز تبدل من لعيبه مع لعيبه. لكن قصه عدم وجود الفلوس هي دي السبب في الحاجات دي. في عبد الله السعيد كان في كلام كتير مع عبد الله السعيد، بس يعني الجهاز الفني هيبقى طاير من الفرحه لو جه عبد الله السعيد. بس انا شاكك صعب في وليد الكارتي. لا هو اتعرض كده، ما هي قصه الفلوس في الاخر. طيب الفلوس، عبد الله السعيد قريب من الزمالك ولا مش قريب؟ يعني كان قريب. رمضان صبحي قريب من الزمالك؟ لا بعيد، بعيد بعيد خالص، بعيد. بعيد. ده كلام. لا بعيد بعيد، لكن عبد الله قريب. رمضان صبحي قلت لك ايه؟ بره؟ مش جوه خالص؟ حصل. متاكد من هذا الكلام؟ لا متاكد. حراسه المرمى، حراسه المرمى فيها مشكله كبيره. او هتنتهي نتكلم اللي هيمشوا، او الراجل عايزهم يمشوا. جنش موضوع منتهي، ماشي اعتبره ماشي يعني. موضوع منتهي، مع اني كنت اتمنى السيناريو الخروج يبقى افضل من كده. صبحي راجع، صبحي راجع خلاص. عواد المفروض انه ماشي يعني، الراجل عايز. هو صرح بعد الماتش قال انا قاعد. الراجل عايز جنش وعواد يمشوا فعلا. طبعا عواد عايز، عواد عايز يقعد. ما عايز عبد الله، ما عايز عبد الله جمعه يمشي، بس عواد عبد الله عايز يقعد. طيب اجي ايه؟ لا مفيش اجي.
مفيش أجانب. مفيش أجانب. هما الأجانب فيهم أنت لو أجيب أجانب أجيب أجيب ناس يعني جديدة هما يعني كنا قلت الأوسي قبل ما ندخل هما باصين لأجاي إن هما إن أجاي يعني لا يعني لا بيفنش ده وجهة نظرهم فاعتقد مفيش أجاي يعني. ده آخر كلام؟ آخر كلام عشان أقول مسك الختام؟ مسك الختام. أستاذ أحمد الخضري نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ محمد الأوسي نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كده خلص الكلام مسك الختام سلام.